السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد من آخر فيديوهات الاتزان الكيميائي، وهو كنا كل دوت بنشرح في حاجة اسمها العوامل المؤثرة على معدل سرعة التفاعل الكيميائي. عندنا النهاردة رقم 6، أثر الضوء على معدل سرعة التفاعل الكيميائي. حبيت برضو أوريها لكم، هل الضوء يؤثر في معدل سرعة التفاعل الكيميائي؟ بالطبع له تأثير، وهو أهم تأثير يمكن في حياتنا، لأن كل تفاعلات البناء الضوئي اللي بتحدث عند النباتات شغالة بفعل الضوء. النبات لو احنا خدناه وبعدناه عن الضوء وحطناه في غرفة مظلمة هيذبل وهيموت، لكن الضوء هو اللي بيشغل له التفاعل بتاعه، وهو تفاعل البناء الضوئي. هل الضوء كده يؤثر؟ بالطبع الضوء يؤثر على معدل سرعة التفاعل، وكلما زادت شدة الضوء كلما زاد معدل سرعة التفاعل. كل ما تزود شدة الضوء كمان كل ما المفروض سرعة التفاعل عندنا تزداد. ايه التجربة اللي معانا النهاردة؟ معانا تجربة بتقول اثر الضوء على بروميد الفضة AgBr، الراسب اللي هيطلع لما نعمل تفاعل ما بين AgNO3 مع NaBr. احنا معانا المرة دي NaBr و AgNO3. كنا عملنا التجربة دي في الكشف عن أنيون البروميد كتجربة تأكيدية، وكانت تعطي AgBr راسب أبيض مصفر يصبح داكن. هي دي بقى التجربة بتاعتنا عند تعرضه للضوء. هنبتدي نعمل التجربة بتاعتنا ونشوف ايه اللي بيحصل معانا الأول، ونحاول نحط تفسير ازاي الضوء بيأثر على معدل سرعة التفاعل، وايه التفاعل اللي بيعمله الضوء هنا مع AgBr. AgBr دوت هتلاقي مكتوب عندك بيستخدم في أفلام التصوير، طبقة جيلاتينية بنحط فيها حاجة اسمها AgBr. أنا باخد دلوقتي جزء من ملح NaBr عشان أعمل محلول من NaBr، وابتدى أضيف له حاجة اسمها نترات الفضة عشان نطلع AgBr اللي احنا بنتكلم عنه، اللي بيعطي أبيض مصفر من AgBr. حطيت أول واحد المتفاعل رقم 1، وهكون محلول برضو زي ما احنا فاكرين الحكاية دي كويس من الباب التاني، محلول الملح تجربة تأكيدية، نحط له حاجة اسمها AgNO3 نترات الفضة، وأدوب المحلول بتاعي حتى تمام الذوبان. اهو AgBr، بنحاول نحصل على الراسب AgBr، فعملنا محلول من ملح NaBr، وهنضيف له جزء من حاجة اسمها محلول نترات الفضة AgNO3، وهنلاحظ واضح جدا اهو تكون راسب ابيض مصفر. يا رب كده تكون الامور واضحة معانا. راسب ابيض مصفر زي ما احنا شايفينه واضح جدا بلونه الابيض المصفر، ونركز كده، وده اللي هنسيبه ده في الضوء. انا كنت بعمل التجربة ومجهز شوية من AgBr وسبتهم في الضوء لمدة حوالي نص ساعة او ساعة كده قبل ما نصور، وشفنا ايه اللي حصل كده. ده AgBr ابتدى يترسب تحته بعد ما سبناه لمدة حوالي ساعة كده بر. الضوء اثر عليه. عشان نشوف الحكاية دي تعالوا نقرب كده، يا رب كده تكون الامور واضحة قدامكم. الراسب اهو باين جدا يصبح داكن عند تعرضه للضوء. انا بصيت عليه بديني لون اسمه لون داكن بعد ما كان لونه ابيض مصفر، يعني الفرق في الالوان واضح جدا كده. اعتقد واحد كان ابيض مصفر اهو AgBr قبل تعرضه للضوء، بعد تعرضه للضوء اصبح AgBr راسب داكن. ايه اللي حصل بقى يا مستر؟ ايه اللي خلى تعتبر بقى مركبات، على فكرة الحركة اللي انا عاملها دي غلط، لان المفروض جميع مركبات الفضة او معظم، مش هنقول جميع طبعا، جميع دي غلط، معظم مركبات الفضة عندها حساسية تجاه الضوء. عند تعرض ايونات الفضة الاي جي دي الى الضوء، الفضة بتاعتنا لما تتعرض الى الضوء ممكن تاخد بفعل طاقة الضوء تكتسب الالكترون اللي كانت فقداه. احنا هنا كان معانا مركب اسمه AgBr، AG وبي ار، AG موجب وبي ار سالب، مركب ملح ايوني في صورة راسب. عند تعرضه للضوء الضوء هيخلي البروم اللي كان سالب ومكتسب لالكترون يرجع يفقده تاني ويديه للفضة. الفضة هتكتسب الالكترون، هيحصل لها عملية اسمها عملية اختزال كده في اكتساب الالكترونات، ودي هنشوفها في الباب الرابع بالتفصيل في الكيمياء الكهربية. هتكتسب الالكترون وتبتدي تترسب فتدينا اللون الداكن دوت، يتحول كده. يبقى اللي حصل عشان يطلع لي اللون اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي الداكن، ان الفضه بعد ما كانت اي جي موجب وبي ار سالب اصبحت اي جي موجب زائد الكترون زي ما المعادله قدامنا هتظهر، واصبحت اي جي في الحاله القياسيه بلونها الفضي. فالفضي مع الراسب بيبتدي، الفضه مش هتظهر لك بلونها الفضي ابدا، ولكن هيظهر هذا اللون الداكن ويتحول الابيض المصفر الى ابيض داكن، او يصبح اللون داكن زي ما احنا شايفين بفعل تعرضه للضوء. زي ما قلت لكم انا كنت سايب دوت لمده حوالي نص ساعه او ساعه في الضوء، ما كملش يمكن،
وتحول للون الداكن ده واضح جدا، ويبقى الضوء يؤثر على معدل سرعة التفاعل. الضوء بيعمل تفاعل، النباتات بتتفاعل بفعل الضوء في البناء الضوئي، مركبات الفضة. المفروض ان دوت انا ما سيبوش في اناء شفاف، المفروض ان هو يحفظ في اناء معتم، لان عند تعرض الضوء المفروض برضو الفضة ممكن جزء بيترسب منها تحت، ويمكن بنشوف اللون الاسود دوت نتيجة التعرض للضوء اهو، يمكن واضح برضو في كده، ولكن للأسف انا ما كانش عندي اناء معتم خلاص. فنخلي بالنا ان الفضة بتتعرض للضوء، بتكتسب الالكترون اللي كانت فقداه في الاملاح بتاعتها وترجع للفضة تاني في صورة راسب، فيصبح اللون داكن، وكده الضوء يؤثر على معدل سرعة التفاعل، وكلما زادت شدة الإضاءة زاد معدل سرعة التفاعل. كده احنا خلصنا الست تجارب بتوع العوامل المؤثرة على معدل سرعة التفاعل الكيميائي. بإذن الله اشوفكم المرة الجاية في فيديوهات الاتزان الأيوني. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.